بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم طلاب الأعزاء. ها نحن نلتقي من جديد لنطل عليكم، ويكون الحديث خلال هذا الأسبوع عن كيفية إعداد البحوث. بداية طلابي، من الأهداف المهمة لكتابة البحث أن تقوم بعرض الأبحاث أمام الزملاء، وأن يقوم الزملاء بمناقشة الطالب بالبحث المقدم من قبله. أيضا طلابي، عليكم أن تتعرفوا على المعاني والمفاهيم، ولعل من أهم المفاهيم والمعاني بالنسبة لموضوع الأبحاث هو ما معنى كلمة البحث، ما معنى المناقشة، ما معنى العرض، ما معنى أن تضع مقدمة، ما معنى أن تضع خاتمة، ما معنى أن تذهب إلى المصادر والمراجع بالنسبة لبحثك. أيضا طلابي، سيكون لنا حديث عن خطوات البحث العلمي الصحيح. فأنت عندما تكلف بمادة التربية الإسلامية أو بمادة اللغة العربية بكتابة بحث، لابد من أن تعود إلى الخطوات السليمة في كتابة بحثك، ولعل من أهمها أن تحدد مشكلة البحث والنية في الوصول إلى حلول، أن تضع عدة فرضيات للبحث، أن تضع عدة توصل إلى نتائج في بحثك، أن تستخدم أدوات البحث جميعها كجمع المعلومات والبيانات، ووضع البحث في النهاية بالمكان الصحيح من حيث المصادر والمراجع وغيرها. أيضا طلابي، هناك أمانة وهناك معايير في عملية استخدامك للبحث، لعل من أهمها الأمانة والدقة في العودة للمصادر والمراجع، ومن ثم الموضوعية في كتابة رأيك إذا ما وصلت إلى هذا الموضوع. أيضا المصداقية، وهي جزء من الأمانة والدقة في عملية النقل للمعلومات، عملية الإضافة عليها والكتابة. أيضا أن يكون هناك لديك مهارات بحثية متقدمة في عملية كتابة البحث المطلوب منك في مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية. من خصائص البحث العلمي المهمة جمع المعلومات، الموضوعية، الخطة بعناية، أنني سأضع هنا العنوان، سأقوم بالذهاب إلى المصادر التالية الآتية، سأضع بكذا وكذا. هذا يكون يعني خطة بعناية للبحث، وهذا دائما عادة طلبتي يكون على مدار حصة كاملة، وفي الحصة التي يليها يكون عملية المناقشة للبحث الذي قمت به. أيضا طلابي، بحثك يحتاج إلى الصبر والمثابرة، ونعني بكلمة الصبر أنه من المهم عليك أن تصبر في أثناء عملية الإعداد للبحث، لأنك تعرف طالب العزيز أن عملية البحث تحتاج إلى مدة زمنية، الذهاب للمصادر، ربما مصادر تكنولوجية، ربما مصادر كتب، ثم ربما العودة إلى مكتبة المدرسة للحصول على المصدر. أيضا طلبتي، لابد عليكم من تحديد المفاهيم. ماذا أريد أنا في بحثي؟ أريد في السلايد الأول أو في البوست الأول كذا، في السلايد الثاني كذا، في السلايد الثالث كذا، حتى تكون الأمور واضحة. هذا طلابي، يجب عليك أن يكون هناك معرفة جديدة، يعني أن تضيف بعملية البحث الذي تقدمه للوحدة الدراسية التي أنت تقوم بدراستها. هذا طلبتي مجمل الحديث عن عملية إعداد البحوث الشهرية للمادة ومن خلال الوحدة، راجيا منكم أن تكونوا قد وصلت المعلومة بأفضل حال. شكرا لكم، على أمل اللقاء منكم بموضوع جديد من موضوعات اللغة العربية والتربية الإسلامية بالنسبة لموضوع الأبحاث وغيرها من الموضوعات. شكرا، ودمتم بحفظ الله.